مين منا ما بحب البرجر؟ بس البرجر ما لازم تاكلوه بأي مطعم، لازم تيجوا على المطعم الصح، وأنا اليوم جايبتكم على مطعم كتير زاكي اسمه Between Buns، لحتى أنا وضيفتي رغد نتحدى بعض ونشوف مين رح يفوز بتحديات اليوم. يلا مكسات الأكل الغريبة اللي رح نجربها اليوم بتحدي المتابعين هي عنب مع مايونيز وموز مع مربى. وضيفتي لليوم هي الكونتنت كرييتر واللي جد بتقدم محتوى مفيد وممتع بنفس الوقت، هي رغد زامل. يا اهلا رغد. يا اهلا اهلا وسهلا، كيف الاخبار؟ ام جد انت كيفك؟ تمام الحمد لله. رغد، اول شيء ما اكلتي شيء من الصبح؟ يعني صبح كثير بكير. في بكير يعني اه 7:30 بكون فايق. يا حبيبي شو عن جنب؟ بلعب بوكسينج. طيب بتحب الاكل؟ نص نص، حسب انا مودي، حسب ايش باكل، حسب مع مين باكل، حسب مع مين بتاكلي. يعني اذا زعلانه بتاكلي؟ لا ابدا، اذا زعلانه ما بتاكلي؟ او انا اذا زعلانه ما باكل بنام. مبسوطه بنام. النوم النوم ماي بيست فريند. كيف انت الاكل يور بيست فريند؟ انا النوم ماي بيست فريند. انا التنين والله ماي بيست فريند، الاكل والنوم. طب ايش اكلتك المفضله؟ باستا. اي شيء ايطاليان ريستورنت يعني مينلي. رغد خلينا نبلش باول ميكس. ما اليوم يعني نبلش ثاني ميكس. ميكس حلو. لا خلينا نخلص من من اللي مو زاكي عشان ايش؟ احنا هنتسمم. بنحلي بال مش عارفه ليه عنب مع مايونيز. يلا بتعرف شو رح اعمل؟ رح امسك حبه عنب عشان دغري وراها. بصير ذكرتني لما ما بعرف ليه ذكرني لما طعماني مره مغربي نخاعات، هيك بالنسبه لي حاليا هذا الميكس. يلا واحد اثنين ثلاثة. ذكريني اخر مره اعمل معك تحدي اكل. برومس اسوء شيء ممكن تجربوه. صفر من مش صفر، سالب مليار من عشرة. حتى ما بتقيم. نيكست. خلينا ندخل على شيء زاكي. طب بتحب الموز؟ بتحب الفواكه طيب؟ اوكي. هاي بدها بينات باتر معها. صح مزبوط. ما اظن رح تكون زاكي. عادي كثير. موز مربى. استنيني. ما استنيتك. مع بعض. اكيد. يلا. 1 2 3. ما بينت باتر بتطلع اون فليك، بس بحس ما لها داعي لانه اوريدي الموز من الفواكه الحلوه، فليه تحط عليه شيء كثير حلو؟ هلا مو كثير حلوه. مو كثير حلوه، اللي اعطتها حلاوه المربى. انا بحب الموز. قد ايه بتعطيها من 10؟ 9. 9 ما بينت باتر بتصير 10. انا بعطيها لأن حسيتها كثير حلوة بعطيها 7/10. انت مش صاحبة مع الحلو؟ يعني بحب الأكل المالح أكثر. أنا ممكن أفطر أتغدى أتعشى حلو. احكي هيك قولي. وأنا بقول ما بتاكل إيش البنات؟ طلعت بحب السويت كثير. طلعت بتضرب كل البنات. بس برضه ما بحب السويت العربية. طيب خلصنا نحن هلا أول تحدي. رغد هلا بدنا ندخل على التحديات اللي جد. حبيب قلبك. بدك تشدي لحالك بالأكل. بتحب البرجر صح؟ خلص تمام. نروح للتحدي الثاني. يعني رغد قد ما بتحبسه بدها تبلش تاكل لسه قبل ما نشغل الكاميرا. انت شايفه قد ايه طالعين من برا، بحاول امسكها احطها لجوا. شكل البرجر كثير شكله زاكي. شكله زي بالصوره. لازم تورجيهم البرجر تاعك لانه انت جد زي المرسومه رسم البرجر. هيك شفتي انها ما بتنمسك. شفتي هي؟ يا سلام. لا بصراحه طبعا رغد معنا 5 دقائق نخلص البرجر. وبس بدي احكي لكم شغله، انه يمكن شوي الصوت اليوم عالي، بس نحن لانه بالمطعم والمطبخ شغال بالمطعم وعادي. عادي ابلش قبلك عشان انت سريعه. بسامحك بلقمه. يلا الله شو بدي اعمل. آية تضرب من جديد يا جماعة. برافو آية. صراحة بحييكي على السرعة اللي أنت فيها. 3 دقايق خلصت برجر. بطنك ما وجعك؟ لسه أنا محرج. لا عادي. بلا إحساسين بنفسك. مع إني كنت بطيئة. كثير بطيئة صراحة. والله كنت بطيئة. حد بياكل برجر ب3 دقايق آية؟ إذا كثير زاكي البرجر
نروح تحدي الشيف. لسه انت ما لسه في تحدي اكثر. ماشي تحدي الشيف. وصلنا انا ورغد هلا لتحدي الشيف، وزي ما شايفين اليوم تحدي كميه لانه رغد ما بتقدر تتحمل السبايسي. كميه هون شو التحدي رغد؟ كلي قد ما بدك، اللي بيشبع اول هو اللي بخسر. طيب خليني احكي لكم ايش نزلوا لنا بتوين بونز اكل. اول شيء نزلوا لنا هدول التشيز هالبينو بيجوا جوات هالصنف بتحكم وحده. شوفوا لي شوفوا يام. بتحبي التشيز زيي؟ يا سلام. خدي استمتع رغد لبين ما اخلص اسماء السندويشات. وعندنا باربيكيو تشيكن كلاسيك برجر يل برجر، هي هنا بيعملوها عندهم، الصوص تاعتها مختلفة عن الكلاسيك. عندنا السموكت برجر وكول سلو تشيكن برجر وتشيكن بوب كورن ولودد فرايز. شو؟ هاي واو اي لاف ات صراحة، كل شيء تشيز زاكي. شيف كثير زاكي هاي. طب رغد احكي لي أكثر عن المحتوى اللي بتعمليه على السوشيال ميديا. المحتوى اللي انا بعمله بيست على البزنس سايكولوجي. which is كيف انا التبس اللي بعطيها او الماركتينج تبس اللي انا بعطيها مربوطه دائما بحياه الناس. يعني اذا بتلاحظي دائما انه بلاقي لهم هم مشكله عندهم اياها وبنحلها. اوكي. او بالماركتينج بلوجز مثلا اللي انا بعملها دائما بتلاقيني انه مثلا بدي احكي ماركتينج سيكريت مثلا بمطعم معين، تلاقيني بحكي للحد انه كيف انت بنضحك عليك عشان انت تشتري نفس المطعم كل يوم. اوكي. فانه بسفنوا انه احنا بنعمل هاي العادي كل يوم هنضلنا نعملها، بس انه هلا عرفنا انه خلص بنضحك علينا. يعني كيف بنصحكم باشياء كثير. يس 100%، بس انه دائما مربوطه بحياتهم اكثر. أوكي. عشان انه يو نو انت سوشيال ميديا الواحد بيدخل بتسلى عليها، فانه انت لا بتصير محاضره مدرسه ولا جامعه. لا حلو انه الواحد يقدم شيء صراحه محتوى مفيد على السوشيال ميديا. انا خلاص بعلن استسلامي. زي ما شفتوا انا فزت بتحدي السرعه اللي صعب كثير حد يتفوق علي بتحدي السرعه. ورغد فازت علي بتحدي الكميه، بس مش كثير يعني فرق. فخوره بحالي فزت عليكي. يعني انت قد ايه حدا بيفوز عليكي؟ كثير قليل ناس يفوزوا علي. رغد كثير انبسطنا بوجودك معنا اليوم بالوجبه السريعه. والله ثانك يو فور هافينج مي. وبدك تحسني ادائك بالاكل، بدك تصير تحبي اكلات اللبن، بدك تصير تحبي اكلات الرز. اطلعي معي مره مرتين ثلاثه. انا جاهزه. بتصير اموري تمام. بتصير تحبي الاكل. علي انا شفت اليوم بتصير اموري تمام. ثانك يو. واستنونا بحلقه جديده من الوجبه السريعه. سلام.